رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه سعادة محمد المحروقي يقول إنه تم قطع المياه عن مناطق التشجير التابعة لبلدية مسقط هذا الصيف، حيث يتم جلب المياه لها حاليا من شركة حياة للمياه. شركة جلفار للهندسة والمقاولات تعقد غدا مؤتمرا صحفيا حول موضوع عرض التسوية لمشروعي طريق مسقط السريع والطريق الوسطي، بعد رفضها تسوية من بلدية مسقط بأكثر من 29 مليون ريال عماني. قالت وزارة الداخلية البحرينية إنها أحبطت مخططاً إرهابياً لتنفيذ سلسلة من الأعمال التي وصفتها بالإجرامية الخطيرة، مؤكدة اعتقالها لعدد من مرتكبي الأعمال الإرهابية التي شهدتها البحرين في الفترة الأخيرة. خسر حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا الأغلبية المطلقة في البرلمان بعد إعلان أكثر من 99% من نتائج الانتخابات التي جرت أمس، فيما يعد لطمة قوية لطموح الرئيس رجب طيب أردوغان. طالب الرئيس البوليفي إيفو موراليس بالتحقيق ومعاقبة جميع المسؤولين الكرويين الذين صوتوا لصالح إعادة انتخاب السويسري جوزيف بلاتر لفترة رئاسية جديدة للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.